اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا تفاصيله صغيره ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا، وبنلعب دور ان احنا ازاي نعمل سفره مختلفه لها طعم تاني وطعم جديد باقل تكلفه ممكنه، وده هدفنا من برنامجنا. معانا الرز البسمات النهارده هنعمله بالزعفران. الزعفران لون الرز وسكة البرياني، والأولاد بيحبوا ياكلوه من بره، فاحنا هنعمله النهارده بالزعفران ونشرح لون الزعفران، هل ممكن بالكركم يحل مكانه، وهل نشتري الزعفران الغالي، تفاصيل كده جوه الأكلة دي بما إن الأطفال بيحبوها والأولاد بيحبوها. معانا صدور فراخ النهارده هنعملها مشوية بالزبدة والليمون، حاجة زي كده زي البتر فلاير هتبقى حلوة، وهنشوف نعملها مع بعض إزاي، ونشوف الفراخ المشوية ممكن نقدم معاها إيه. هل ممكن نقدم معاه خضار سوتيه ولا خضار جوليان؟ جوليان شرايح او سلايز. معانا بقى البطاطا الحلوه النهارده دي حلوه بتاعنا. هي اسمها البطاطا الحلو. في منها نوعين في السوق، في منها نوع الابيض وفي نوع الاحمر اللطيف الجميل ده. هنعمل البطاطا الحلوه دي حلوه النهارده بالسكر كريسبي. تتقلي زيها زي البومفريت البطاطا المقليه، ولكن هتاخد سكر باودر وقرفه ناعمه تاكلي صوابعك وراها. تفاصيل صغيره النهارده ولكن المعنى كبير والطعم جديد باقل تكلفه تخش مطبخك، اللي هو مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه والترابط الاسري. بيجي منين يا عم الشيف؟ من غدوه حلوه، عشوه حلوه من المطبخ. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الرز البسمتي مقاديره على الشاشه، رز بسمتي اللي هو الحبه الطويله الجميل، في منه في السوق اشكال والوان وباسعار مختلفه. يفضل تجيب الحبه اللي ظاهره على الشاشه، هتكون لطيفه معاكي ومش هتعجل منك. معانا كمان قرفه، ومعانا لومي، ومعانا حبان وقرنفل، ومعلقتين من الزبده، ومعلقه زيت. دي المقادير. ولون الزعفران، الزعفران في السوق انواع، منه الزعفران البودر اللي هو اللون البرتقالي، وفيه العودة الصفراء، دي المسميات بتاعته في الخليج أو هنا عشان نعرفها بالظبط. زعفران بودر بيتباع عند العطار، أو العودة الصفراء المسمى بتاعه. ما لقيتيش ده تجيب الكركم بيحل مكانه، ولكن النظرية إن احنا نعمل الرز إزاي احنا مع بعض. هناخد البصل الصغير ده كده متقطع، وعندنا معلقتين زيت في قلب الطاسة، بننزل ببصلاية حلوة كده في قلب الزيت. الله، تقلبة دي كده. بصلاية مش عايز اخليها تاخد لون ولكن تستوي، ودرجات تسوية البصلة بيتوقف عليها الطعم، بداية من الشوربة، بداية من اليخني، تعملي صلصة، تحميرة البصلة درجات الطعم بينتقل لها على طول مباشرة. ولكن مش المفروض ان انا احرقها، انا مش بعمل رز صيادية. والبصلية بتحمر بننزل بالقرفة الخشب اللي هي الدارسين، تاخد طعم القرفة. بننزل بورق لورو، بننزل بشوية حبهان، حبتين لومي حلوين كده بيدوا برزنتيشن عالي للطبق، ونقلبهم مع بعض. أصبحت إن البصلاية هنا فيها طعم عربي، اللي هي البهارات العربية، اللومي والقرفة والحبهان والقرنفل، معلقة زبدة حلوة، ونقلب كده. انا هيأت البصله تديني شويه رز حلوين، واستمر في التقليب. انزل بالرز البسمتي، يتغسل مره واتنين وتلاته وتصفيه من الميه يا امي. رز مصري، رز بسمتي، ما انصحكيش تحط ميه وانت نعاه على جنب، تنقعيه ساعه نص ساعه زي ما انت عايزه، لازم تصفيه من الميه جيدا. هنقلب كل دول مع بعض. بيقولوا لي في الكنترول ليه بدأت بالرز الأول؟ يعني في العادة بتبدأ بالفراخ، باللحمة، بالهوبر يعني. لأن الرز البسمتي عايز طايم من السوى. وطايم الرز البسمتي أكتر بكتير من الطايم بتاع الرز المصري في السوى. لأن النشويات والكربوهيدرات اللي موجودة في الرز البسمتي قليلة شوية. نقلب كده. خد طعم البصلة. بالبهارات الحلوة، معايا مية بتغلي على جنب، يفضل طبعا المية تكون بتغلي هنا، مينفعش احط مية باردة من الحنفية على الرز، او عندك شوربة بتغلي على النار، بظبط الملح بتاعنا كده،
ونقلب. الزعفران هنحطه بعدين خالص، اللي هو العودة. بعد الرز ما يستوي بندوب الزعفران ده في شقين، الشق العربي والمطبخ الخليجي دايما يدوبوا الزعفران في شوية مية زهر ويحطوه مع الرز لو كان برياني أو مندي أو مشخول أو الأكلات العربية الحلوة اللي احنا عارفينها. حلو الكلام؟ أما إذا احنا هنعمل شوية رز زي دولت كده بندوبهم في مية عادي أو في معلية زيت. الرز كده جاهز زي الفل، بنحط الماء المغلي أو شوربة. خلص الرز. عيار الرز البسمتي من الميه قد ايه يا شيف؟ رؤية العين. هزة بس. بيسوى الرز تقليبه كده، شفت اهو يغلي على طول. ما ينفعش بقى احط ميه من الحنفيه واستنى جنب، لا. نصيحتي ليكي بقى يا ست الكل، ممكن السفره بتاعتك سفره عليها ما لذ وطاب من اللحوم، الاسماك، الفراخ، المحاشي، كل ده، وتيجي في شويه رز ما يظبطوش معاكي. ليه؟ انت بتستسهلي بالموضوع اللي هو ألف بقى مطبخ. لما تيجي تعملي الرز يا ست الكل ألف بقى مطبخ، طبعا الأمهات شاطرين في الموضوع ده، ما نوطيش النار على الرز غير لما يكون بيغلي. دايما يقول لك اطلع على الرز لما يستوي، شفتيه بيغلي قدام عينك أثر النار عليه. طول ما هو لسه ما غليش على النار ما نقدرش نوطي النار. ليه؟ عشان الرز ما يعجدش. ثانيا الرز ما يبقاش حبة مستوية وحبة مش مستوية، وفي نفس الوقت كل الرز يستوي في وقت واحد بالشكل ده كده. تنه قدام عينيا كده، مش هغطيه خالص غير لما يغلي. تقليبه كده من وقت للتاني، بمجرد ما غلي ووطيت النار عليه بسيبه. حلو قوي. تمام كده الرز جاهز. بعمل تركايه حلوه كده وانا شغال، قرن فلفل حلو كده لطيف بنحطه في قلب الصلصه. في فلفل هنا اهو. تمام الحمد لله. انا بحب دايما الفلفل ده كده بيبقى في الرز بيديله شماخه. حلو الكلام. ونغطي الحله بتاعتنا دي كده ونسيبها. نغطي. ايه الصوره الحلوه دي؟ الصوره بتسبقنا عن الحديث بتاعنا مليون الف كلمه. هنغطي الحله بتاعتنا. حلوه. نبص على الرز، ايه الاخبار؟ بالتاكيد طبعا ميته نشفت. جيب لي بقى التفاصيل بتاعه الرز وميته ناشفه. شوف الفقاقيع مكان غلو الميه ومكان الميه ما كانت بتغلي، والتفاصيل الحلوه اللي على الشاشه دي كده. عينيا. انا معانا زعفران. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد شويه ميه صغيرين من الميه اللي بتغلي ده كده واحطهم على الزعفران ده كده. حلو قوي. وزي ما هم كده بوزع الزعفران ده كده، بحطهم كده اهو. شفت القرن الفلفل هنا لعب دور ازاي؟ واسيب ده كده واغطي الحله دي زي ما هي، ما اجيش جنبها، واغطيها واسيبها. واخد بعض دلوقتي واطلع فاصل صغير بعد ما اعمل التركايه الحلوه دي كده. ايه اللي انت حطيته ده يا عم الشيف؟ زبده تسيح على الزعفران، مش اقلبها برضو. واغطي الحله بتاعتي دي كده. عيني يشوف الرز مع بعض. ادي الرز يا دلعك اهو جاهز، هنقلبه. صحت مطرح ما راحت بقى يا فاروق، بيقول لي الزبده راحت فين؟ انا هستنى على الزبده ولا تستنى على الرز؟ اهو ما لازم تسيح وتنزل جوه الرز، انت عايز تشوف الزبده مكانها؟ الراجل طيب. الرز نغرفه بالمره ونخلص منه. يلا بينا. جاهز الرز. الف هنا وشفا للي ياكل. الرز فين؟ هنا. شويه رز بسمتي حكايه. ونشيل ده من هنا عشان نحمر الفراخ بقى، ونقف على تحميرها كده ونقدمها بطريقه ايه؟ تليق بيها. ادي الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه رز حكايه. الاولاد دايما لما بيخرجوا بره مع الفاست فود مع الفراخ، في محلات بتعمل الرز ده كده، نيجي ناكل منه لا رائحه ولا طعم. انت اعمليه في البيت يا اختار، حتى لو هتاكله بره خديه معاكي كده ايه طبق جانبي، مفيش مشكله. خلي في مدرسه كده عندك، احنا خارجين ناكل بره، في حاجات ممكن ناخدها كده معانا ونستأذن المطعم اللي احنا فيه ان احنا نجيبها. يعني ناخد معانا الرز. انا والله العظيم عمري في حياتي ما اكلت رز بره. ولا سلطه. انا بقول لكم على حاجات تفاصيل بتاعه الشيف، لا رز ولا سلطه. شويه الرز دول حلوين عشان بضمن الميه اللي انا سالق فيها الرز.
الرز اتغسل ولا ما اتغسلش، خد حقه في السوى، لان انا من الناس اللي بيحبوا الرز مستوي ويل دان، سوى زياده ما خلوش يكمل سوى في معدتي ويجيلي انتفاخ وتجي بطني تكبر بقى والجو. انا باكل كل يوم رز بس باكله مستوي جامد جدا. قرن الفلفل ده حبيبي، تعالى يا غالي هنا، حلو قوي، الف انا وشفا للي ياكل، تمام صحه. طيب رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.